اهلا بكم مشاهدينا في هذا الموعد الاخباري الخاص. اذا امر قاضي التحقيق للمحكمه العليا اليوم الخميس بايداعي الوزير الاول الاسبق عبد الملك سلال الحبس المؤقت بسجن الحفاش. ومثل عبد الملك سلال اليوم امام قاضي التحقيق كما تشاهدون للمحكمه العليا بتهمه التورط في قضايا فساد، ويتابع سلال بتهم تتعلق بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقه لرجال الاعمال واستغلال الوظيفه وتهم أخرى. هذا وقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا أمس الأربعاء بإيداع الوزير الأول السابق أحمد يحيى السجن بتهم تتعلق بالفساد. أذكر المشاهدين فإن المسجونان متابعان في قضايا خطيرة متعلقة بتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة والتي تصل فيها العقوبة حد 20 سنة حبس نافذ. وللحديث حول هذا الموضوع أسعد باستضافة المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور سليمان أعراج. أهلا بك وشكرا على قبولك الدعوة. أهلا وسهلا، تحية طيبة لكم ولكل المشاهدين، وشكرا أيضا على الدعوة. إذا أولا، ما هي قراءتك لهذه الاعتقالات؟ والله خلينا نقول أنه الجزائر اليوم تعيش لحظة حاسمة ومفصلية في تاريخها، ربما ما يعيشه اليوم البلد وما تحقق من إنجازات، ربما خلينا نقول أنه لحظة فارقة في عمر الدولة منذ الاستقلال. لم نشهد يعني محاكمات من هذا النوع وبهذا الثقل، لما ثقل القضايا وثقل المناصب أيضا، لا أقول الأشخاص لأن الأشخاص مرتبطين بالمناصب وصنعتهم المناصب. فالقراءة السياسية أو البعد السياسي لما يحصل هو أنه هي خطوات إيجابية ومؤشرات إيجابية على إتيان السلطة القضائية لأدوارها ووظائفها بالفاعلية المطلوبة. اليوم نقول أنه فيه عمل على زرع الطمأنينة والطمأنة في نفوس الجزائريين، وذلك من خلال استعادة الدور الرقابي للدولة وممارسة الدولة لصلاحيتها المستمدة، والآخرين نقول أنه إعادة السلطة إلى مفهومها وهو الشعب. هذا الرسائل الطمأنة التي من شأنها أيضا أن يكون لها انعكاس على عامل الثقة، وبالتالي فيها يعني توجه نحو تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال تقديم مختلف الضمانات المؤكدة على أنه فيه التزام، فيه صرامة، فيه قانون، فيه بعض المشككين في العدالة. لا تعتقد دكتور سليمان أعراج أن هذه بمثابة الرد على كل من يشكك في نزاهة القضاء واستقلالية العدالة مثلا؟ بطبيعة الحال، وإحنا قلنا كذا مرة أنه كل من يقول أنه هي عدالة انتقائية ولا انتقامية ولا انتقالية كما سموها، يعني شفنا المسميات اختلفت، لكن هدفهم واحد وهو التشكيك في صدقية المؤسسة القضائية. لكن اليوم خضوع هذه الأسماء وهذا الأشخاص أمام العدالة هو أكبر رسالة تؤكد على أنه فيه إرادة وفيه عزيمة لمحاربة الفساد والمفسدين. هو انتصار للشعب الجزائري، هو انتصار لسلطة الحق والقانون، هو استعادة القضاء لأدواره ووظائفه، هو عودة لوضع السكة في مسارها الصحيح. وبالتالي خلينا نقول أنه هذا المشككين كانوا مرتبطين بقضايا الفساد سواء بصفة مباشرة ولا غير مباشرة. من خاف ولا من يخاف من القضاء واستعادة القضاء لدوره وفاعليته هم الناس اللي عندهم صلة وعلاقة بقضايا الفساد المطروحة، وكانوا مستفيدين من الفساد الذي كان شائعا. لذلك هم يسعون إلى التشكيك في السلطة القضائية، في الإرادة، في يعني في دور المؤسسات التي القائمة بدور يعني وظائفها اليوم على أكمل وجه، وهو ما يجب يعني أن نضع حدا له من خلال أنه عدم التشويش على القضاء ونخليه يعني يشتغل، وفي نفس الوقت بطبيعة الحال وفي نفس الوقت أن يدعم هذا التوجه بالعمل من خلال يعني المضي نحو دعم آلية الحوار، من خلال سنتكلم على آلية الحوار يعني التي اقترحها رئيس الدولة. لكن فقط أستاذ سليمان أعراج، حتى نبقى في ملف تقديم الوزيرين الأولين السابقين عبد الملك سلال وأحمد يحيى أمام القضاء الأمس واليوم، هم متواجدين الآن في
سجن الحفاش. من كان يعتقد أن الوزير الأول أحمد يحيى مثلا أو عبد الملك سلالة اللذان كان طوال سنوات كبيرة أو كثيرة في السلطة في الجزائر سيمثلان أمام العدالة وسيتم حاسبتهم؟ ولا واحد كان يتوقع هذا المسألة، ولا حتى ولا واحد كان يتصور، لأنه كنا أمام مشهد فيه مجموعة تسيطر على المال والاقتصاد والسياسة، وبالتالي كان الأمر أمرهم والشورى شورتهم والعمل عملهم والتنفيذ تنفيذهم. ويعني خلينا نقول أنه الجميع كان يلاحظ ويتابع بسكوت، كان الناس كلها ساكتة في هذه الفترة ويلاحظوا فقط، ربما كان فيه تحصر، كان فيه حصرة، كان فيه هؤلاء استغلوا الوضعية السابقة، استغلوا النظام السابق، استغلوا الفراغ الذي كان في المؤسسات، واستغلوا السلطة التي كانت لديهم في تحقيق مآرب شخصية، في تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة الوطنية. عندما نتكلم على التهم الموجهة لعبد الملك سلال وأيضا لأحمد يحيى تتعلق بالفساد، منح امتيازات غير مشروعة لرجال أعمال وأيضا لبعض الأشخاص الذين يحسبون داخل مجموعاتهم، هي تهم خطيرة جدا، أليس كذلك أستاذ؟ طبيعة الحال اليوم ربما لما نتحدث على يعني سوء استغلال السلطة والوظيفة والتعدي على القانون، هو جرم في حق الدولة الجزائرية وفي حق المؤسسات وفي حق الشعب الجزائري. لأنه لماذا اليوم هذا القضايا تاع الفساد اللي راهي مطروحة أصبح انعكاسها وأثرها السلبية على المواطن البسيط، ومن بين الأثار ربما خلينا نقول الجرائم الإدارية التي ارتكبت، يعني عدة إشكالات، مثلا قضايا وكانت متعلقة بالخيارات تاع الدولة وخيارات مفصلية، لأنه كانت الجزائر في أريحية مالية لم توظف تلك الأموال في خدمة البلد وفي خدمة الشعب. هؤلاء اتخذوا إجراءات وسنوا قوانين أيضا أستاذ أعراج، وسنوا قوانين وقاموا بمبادرات على المقاس. نعم نعم نعم، هي للأسف الشديد، ورأينا ذلك في عديد الحالات، رأينا ذلك في المصانع تاع تركيب السيارات اللي ما عندها حتى قيمة اقتصادية وحتى جدوى اقتصادية، رأينا ذلك في عملية طبع النقود، رأينا ذلك التمويل غير التقليدي الذي يعني كان خيار عشوائي، رأينا ذلك حتى في فترة خلينا نقول الفترة اللي كان فيها سلال أيضا كانت فيها عشوائية كبيرة، وكان فيها صرف للأموال بطريقة غير محسوبة وأيضا الميزانيات التي كانت تمنح لبعض الوزارات التي يثار عليها الكثير من الجدل التي كانت تقدم في عهد عبد الملك سلال. يعني نقول أن الوزارات لابد أن تكون لها ميزانيات. أنا أقول لك المهرجانات التي كانت تصرف فيها أموال طائلة والنتيجة صفر، لو كان غير جاءوا يعرفوا يقدموا يعني صورة الجزائر للآخر. اليوم حتى لما نتحدث على ترويج صورة الجزائر يعني من خلال هذه المهرجانات، أنا أقول بأنه لم ينجحوا كثيرا ولم يحققوا النتائج المفروض المرجوة. لماذا؟ لأنه يمضون نحو هذه المسائل دون دراسة ودون يعني تقييم ودون يعني البحث في الجدوى، لأنه كل هذه المساعي تحتاج إلى دراسات جدوى وتصدير الأهداف المرجوة بغية تحقيق النتائج. لكن كانت فيه نوع من الارتجال، نوع من العشوائية، وهو الذي لاحظناه أيضا في بالنسبة لمسألة القرارات التي كانت تتخذ، أثر كثير على ربما على صورة البلد، أثر على أداء مؤسسات الدولة، وأثر حتى على المشهد السياسي والحزبي بطبيعة، لأنه رأينا كثير من التجاوزات وكثير من الخروقات. خليني نقول لك ما حصل في البرلمان الجزائري، غلق البرلمان بالكادنة. لماذا لم يتحرك آنذاك وزير العدل؟ لأنه كان فيه تعدي على القانون، ورغم أنه كان فيه بعض الثغرات في القانون التي لم يتحدث عليها المشرع، لكن المفروض كان دور وزير العدل آنذاك كان المفروض يكون له تصرف ويكون له دخل، لكن شفنا أن الجميع كان ساكت، وإحنا رغم أنه نددنا عبر وسائل الإعلام أنه ما يحدث فيه اعتداء على يعني هيبة مؤسسات الدولة، وأنه هيبة مؤسسات الدولة لابد أنها تكون يعني تكون يكون عندها يعني لابد من المحافظة عليها، لكن رأينا أنه كان ذلك
كان ذلك التمييع ولا التميع، وكان ذلك الانفلات الحاصل داخل مؤسسات الدولة اللي من المفروض كان ما يكونش. لكن الحمد لله اليوم نحن أمام لحظة استفاقة نحو عودة يعني الحياة إلى مؤسسات الدولة، وهذا شيء إيجابي جدا، لابد أن يثمن، لابد أن يعني نلتف حول هذا الخيار وهذا يعني التوجه الذي تحميه وتدافع عنه المؤسسة العسكرية. بالفعل نتكلم أيضا دكتور أعراج على المبادرة التي قدمها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وهي مبادرة أو دعوة إلى الحوار، كيف تعلق على ذلك؟ شوف، هي المبادرة اللي قدمها بن صالح لم يأتي بالجد، لأنه قدم ربما طرح يعني ينصب في نفس التوجه الذي قدمته المؤسسة العسكرية من خلال رأينا افتتاحية مجلة الجيش والنقاط الأساسية التي ركزت عليها. اليوم السيد بن صالح تحدث على الخيار العام والتوجه العام اللي رانا متفقين عليه جميعا، اللي هو مسألة الحوار وضرورة المضي نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، يعني ما لازمش إطالة عمر هذه الأزمة، والبقاء في الإطار الدستوري. لماذا؟ لأن البقاء في الإطار الدستوري هو اللي يحافظ على المصلحة العامة، هو اللي يخلي الناس جميعا أمام سواسية أمام القانون، هو اللي لأنه لماذا؟ لأن الدستور قائم على ثوابت تاع الأمة الجزائرية، وهذه هي أهم منطلق، أنه لما نعالج الأزمة انطلاقا من ثوابت الأمة الجزائرية المتعلقة بالهوية، المتعلقة بالدين، يعني كل ما له علاقة بثوابت الدولة الجزائرية، فهذا أعتقد أنه من شأنه أن يضمن نتائج ومردود إيجابي يضاف إلى المردودات إلى النتائج المحصلة اليوم، وهو يعني عين العقل وفيه كثير من الموضوعية. أما ربما بعض الطروحات لكما كنت كما أشرت في البداية لتشكك في العدالة، والتي تدعو للخروج عن الدستور وتدعو إلى مرحلة انتقالية ويعني وتعليق العمل بمؤسسات الدولة وما إلى ذلك، فأعتقد أنه هذه الطروحات هي طروحات يعني غير موضوعية، غير عقلانية، طروحات ذاتية تخدم أصحابها فقط وتخدم تيارات معينة. هذه التيارات التي نجدها اليوم تستفيد من الريع وتستفيد من ما تقدمه الدولة الجزائرية من امتيازات، ويعني خلينا نقول أنه لو نتابعوا شكون هذا الناس اللي راهم يروجوا لهذا الفكر نلقاهم كل عندهم امتيازات حاصلين عليها من الدولة ويريدون الحصول على أكثر، وبالتالي يعني ما نخرجوش من دائرة الفساد وما نخرجوش من دائرة المفسدين، لكن أعتقد وعين العقل هو أنه نلتزم بالعمل بالإطار الدستوري. ولما نقول الإطار الدستوري يعني فيه مواد، خلينا لما نقول لك نطبق المادة 7 و8 ما هي مواد كافية وتخلينا نبقى داخل الدستور وبالتالي نضمن المصلحة العامة. الحل هو ضرورة الانخراط الجماعي في مبادرة الحوار، وهذا الحوار لابد أن يكون جدي وجاد وتقوده شخصيات وطنية نزيهة، ليس شخصيات تخدم المصالح الضيقة أو المصالح الذاتية، بقدر ما هي اليوم خلينا نقول أنه هذا الحوار لابد أن يساهم فيه ويشارك فيه الخيرين والوطنيين من أبناء هذا الوطن. والحوار اللي راح يكون أيضا في نفس الوقت ما نهملوش شيء إيجابي، السلطة الوطنية التي ستشرف على تنظيم وإعلان نتائج الانتخابات، السلطة الوطنية لأنه اليوم هذه السلطة عندها ربما صلاحيات أوسع، مستقلة، عندها دور كثير إيجابي، راح تبدأ تشرف على العملية الانتخابية من مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج، وهذا مؤشر أيضا إيجابي، مؤشر يدعو إلى يعني مزيد من الثقة والطمأنينة، وبالتالي خلينا نمشي نحو انتخابات رئاسية بأرياحية أكبر. يدخل الحراك السياسي لأسبوعه 17 دكتور العراج، الحراك السياسي كما تتبعناه جميعا الذي طالب في كل مرة بكثير من المطالب تتحقق والكثير من المكاسب لهذا الحراك الشعبي، ما تداعيات محاكمة يحيى وسلال على الحراك الشعبي؟ وكما تعلم أن الحراك الشعبي الذي يمقت بشكل كبير هؤلاء. شوف، بعيدا عن الأشخاص، ولكن خلينا نقول أن الحراك إذا نزل يعني غدا الجمعة، نعم،
الجمعة 17 راح ينزل فرحان وينزل يعبر على فرحته ويعبر على المنجزات المحققة. لأنه شوف لو نلاحظه من 22 فبراير إلى اليوم تحقق الكثير من الإنجازات، بدءا باستقالة الرئيس بوتفليقة، بدءا بمحاسبة الفاسدين، يعني شوف فيه إنجازات كبيرة والكثير من النقاط الإيجابية والمؤشرات اللي تقول بأنه مازال الخير جاي، يعني مازال راح يكون فيه إنجازات ومنجزات راح تتحقق لصالح الإرادة الشعبية ولصالح يعني عودة السلطة إلى الشعب. لكن في نفس الوقت لابد أن نكون حريصين ونتحلى بالوعي الكافي اللي يخلينا نحمي مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية. خلينا نقول أن المؤسسة العسكرية خط أحمر. لماذا؟ لأنها هي الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، وهي من يوفر البيئة المناسبة اليوم باش باقي المؤسسات تعمل، تحارب الفاسدين، تضحي للفساد، تعيد السكة إلى مسارها، ونمشي نحو اختيار رئيس فعلي وكامل الشرعية وكامل الصلاحيات في انتخابات رئاسية قادمة. أشكرك جزيل الشكر دكتور سليمان أعراج، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. شكرا جزيلا لك، وستكون لنا بإذن الله مواعيد أخرى. لهذا نكون قد وصلنا إلى هذا الموعد الإخباري الخاص. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.